هنا، وهي بيان رؤية الشارع المقدس لثقافة احترام التخصص. عندما ترجع إلى سيرة العقلاء بما هم عقلاء لا بما هم ينتمون إلى ديانات سماوية معينة، لا، العقلاء بما هم عقلاء، كان مسلم أم كان كافرا، كان كتابيا أم لم يكن ذلك، العقلاء بما هم عقلاء في جميع المجتمعات على مختلف الزمان والمكان، سيرتهم قائمة على شيئين. الشيء الأول هو التخصص، فإنه في الطب يتخصص طبيب، وفي مجال الهندسة يتخصص المهندس، وفي مجال الفيزياء يتخصص الفيزيائي. سيرة العقلاء قائمة على التخصص، هذا واحد. اثنين، سيرة العقلاء قائمة على رجوع غير المتخصص إلى المتخصص، يعني الطبيب في الهندسة يرجع إلى المهندس ما يعمل برأيه، المهندس في الطب يرجع إلى الطبيب ما يعمل برأيه، الفقيه في الطب ما يعمل برأيه يرجع إلى الطبيب. فإذا سيرة العقلاء قائمة من جانب آخر على رجوع غير المتخصص إلى المتخصص. الشارع المقدس لما جاء ماذا صنع؟ الشارع المقدس لما جاء أمضى سيرة العقلاء بكلا شقيها، أمضاها يعني ماذا؟ يعني أعطاها صبغة شرعية. سيرة العقلاء في التخصص أقرها الشارع وأمضاها، وسيرة العقلاء في رجوع غير المتخصص إلى المتخصص أيضا أقرها وأمضاها. سيرة العقلاء على التخصص أمضاها الشارع، ولا تخف ما ليس لك به علم، يعني أنت طبيب مسارك الطب، أنت مهندس مسارك الهندسة، أنت فقيه مسارك الفقه، لا يجوز لك ماذا؟ تجاوز من دائرة الطب بما أنك طبيب إلى دائرة الفقه، ولا يجوز لك التجاوز بما أنك فقيه إلى دائرة الطب، هكذا. ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لابد أن يكون هنالك مسارات محددة، وكل يمضي في مساره بحسب علمه، الطبيب يمضي في مسار الطب، الفقيه في مسار الفقه. ولا تقف ما ليس لك به علم، يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن حقيقة الإيمان أن لا يتجاوز منطقك علمك. علمك وين؟ طبيب؟ تحدث في الطب. علمك وين؟ فقيه؟ تحدث في الفقه. علمك وين؟ هندسة؟ تتحدث هندسة. إن من حقيقة الإيمان أن لا يتجاوز منطقك علمك. الإمام الكاظم عليه السلام يقول: ليس لك أن تتكلم بما شئت، مو تقول والله أنا صحيح طبيب بس خل أتكلم في المسائل الفقهية، شو المانع؟ أنا صحيح مهندس لكن خل أتكلم في مسائل الفيزيائية، شو المانع؟ لا، ليس لك أن تتكلم بما شئت، فإن الله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. إذن هذا الجانب أمضاه الشارع من سيرة العقلاء. الجانب الآخر رجوع غير المتخصص إلى المتخصص، هم هذا أيضا أمضاه الشارع: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني غير العالم يسأل أين؟ يسأل العالم. الشارع لماذا أمضى سيرة العقلاء على احترام التخصصات؟
الشارع أمضاها لأجل أمرين. الأمر الأول سد باب الفوضى، لأن إذا يفتح المجال لكل صاحب تخصص أن يتدخل في غير تخصصه تسود الفوضى بلا ريب، تسود الفوضى الاجتماعية والفكرية، والشارع أراد سد باب الفوضى. لذلك ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: من تطبب، يعني امتهن الطبابة، ولم يكن له علم بالطب فهو ضامن. شوف شلون الإسلام متشدد في قضية احترام التخصصات. الفقهاء يقولوا الطبيب عندما يشرف، عندما يباشر علاج المريض، ترى الطبيب يصف للمريض دواء، هذه مسألة. ترى الطبيب يباشر علاج المريض كأن يجري له عملية جراحية مثلا. هنا الطبيب ترى يأخذ البراءة من المريض أو من وليه إذا كان المريض صغيرا أو مجنونا، يقول له: والله أنا أجري لك العملية الجراحية، بس أنا أطلب منك البراءة عن الضمان، بحيث إذا تلف منك عضو من الأعضاء خطأ أنا ما أتحمل. ترى يأخذ الطبيب البراءة، ترى ما يأخذ براءة. إذا ما أخذ البراءة من المريض هو ضامن على كل حال، إذا ما أخذ براءة فهو ضامن. أما إذا أخذ البراءة من الطبيب من المريض، هنا الفقهاء شوف لاحظ دقة الإسلام، أخذ البراءة من الطبيب من المريض وقام بعلاجه بالمباشرة وأتلف إلى عضو من الأعضاء، يضمن أو لا يضمن؟ يقول الفقهاء: إذا كان طبيبا حاذقا وأعمل جهده وطاقته لا يضمن، لكن لو ما كان طبيب حاذق متطبب ما عنده خبرة في الطب، أو لا طبيب مثلا طبيب حاذق لكن ما أعمل جهده قصر، يضمن وإن أخذ البراءة. هنا دقة الإسلام في احترام التخصصات، لا يحق لك كمتطبب ما لم تصل إلى مرحلة عالية من الخبرة في الطب أن تباشر علاج المريض وإن أخذت منه براءة، فإن هذا لا يعفيك من الضمان. هذا تأكيد على احترام التخصص. الإسلام يؤكد على احترام التخصص وأن كل شخص لا يتجاوز تخصصه. إذن الإسلام لما أمضى سيرة العقلاء أولا أراد سد باب الفوضى، هذا واحد. اثنين، أراد الحفاظ على قيمة التخصصات، والتخصصات لها قيمة. الطبيب لمن يتخصص في الطب له قيمة، المهندس لمن يتخصص في الهندسة له قيمة، الفقير لمن يتخصص في الفقه أيضا له قيمة. هذه توضح الروايات. فقيه واحد أشد على إبليس من ألف عابد، هذا معنى أن الفقيه له قيمة خاصة. أو يقول أمير المؤمنين عليه السلام: إذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الإسلام ثلما لا يسدها شيء، هذا معنى أن الفقيه المتخصص له قيمة، فكل تخصص له قيمة. إذا الإسلام لو لم يقر الإسلام سيرة العقلاء وتعدى كل شخص على تخصص الآخر لضاعت قيم التخصصات، فحفاظا على قيمة التخصصات أمضى الإسلام سيرة العقلاء. إذن سيرة العقلاء قائمة على التخصص من ناحية، وقائمة على رجوع غير المتخصص إلى المتخصص، وهذا أمر وجداني واضح. وجاء الشارع المقدس وأمضى هذه السيرة العقلائية.